لوزيانو المتخصص، كرة ملعوبة داخل مناطق الجزاء، البحث عن الرأسية إلى المنتشري، تسديدة هنا والعودة لعمل المباراة. أخيرا وجد الاتحاد طريق الشباك، أخيرا وجد لاعبو الاتحاد معانقة للشباك. نعم يأتي التعادل في هذه اللحظات وبعد مرور 30 دقيقة على زمن الشوط الثاني، نصف ساعة يأتي الاتحاد ويعادل النتيجة في صمت فقط خلف نظرات الترقب للمدرب ديمتروف. لاحظ بالإعادة المنتشري، تسديدة حاضرة، من أحرز أفضل لاعب آسيا 2004 حاضر في الكرة الماضية بالتسديدة مباشرة. أمين الشرميطي أخيرا يجد نفسه قبل أن يجد المرمى لأمين الشرميطي، وأخيرا يجد فريق الاتحاد طريق الشباك، الطريق الذي كان مسدودا، الذي كان مغلق تماما هذا الطريق